ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبدأت تيارات التطرف لافتقاد أدوات العلم، ولأنها عزلت أنفسها عن تجربة علماء المسلمين في فهم الوحي، وتنكبوا طريقه، واتخذوا لأنفسهم طريقا يركنون فيه إلى أفهامهم هم وإلى عقولهم هم، مع افتقاد أدوات المعرفة، إذا بهم قد قرأوا الآية الكريمة فأخطأوا إصابة مراد الحق جل جلاله. فالحق سبحانه يتكلم عن إنسان معاند جحد قضية الألوهية، وجحد قضية الوحي، وجحد قضية النبوة، وأنكر الدين بالكلية وبرئ منه. فيحول هؤلاء هذه الآية الكريمة إلى المسلمين المؤمنين الموحدين المعتقدين المتعبدين، بعد أن يطلقوا عليهم صفة التكفير عدوانا على عموم المسلمين وتجرؤا على اقتحام هذا الحمى. بدأت فكرة الحاكمية بكلام صاحب الظلال، صاحب ظلال القرآن، والذي رجعت إليه واستمدت منه واستخرجت من فكره كل تلك التيارات، فهو المدونة الأساسية التي تولدت منها تيارات التطرف في 50 عاما الماضية بأكملها. بدأ يتكلم في فهم الآية عن فهم يخصه، خرج منه بإطلاق وصف التكفير على عموم المسلمين. فلما أن رجعت لاستقراء كلام أئمة الهدى في فهم الآية ولإنشاء مرصد قرآني مقابل نستعرض فيه أفهام العلماء من لدن الصحابة إلى جيل العلماء المعاصرين الذين تشرفنا بهم، إذا بعلماء الأمة جميعا ساروا في جانب، وإذا بتلك التيارات بمرجعيتها بصاحب الظلال سارت وحدها في جانب. رجعت أفتح كتب التفسير وأسبح في أفهام أهل النور والبصيرة، فوجدت أن ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود والبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وإبراهيم النخعي والسدي وعكرمة وقتادة والعطاردي وابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان، والإمام القرطبي في تفسيره، وحجة الإسلام الغزالي في المستصفى، والإمام السعد التفتازاني في شرح المقاصد، والإمام أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، والإمام بن جزي الكلبي في التسهيل لعلوم التنزيل، والإمام القرطبي في التفسير، والإمام البغوي في تفسيره، والإمام أبو المظفر بن السمعاني في تفسيره، والإمام الجليل الشهاب الآلوسي في تفسيره روح المعاني، والإمام الجليل الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، انتهاء بشيخنا وأستاذنا عمدة المفسرين الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. إذا بهؤلاء الأئمة جميعا قد شرحوا الآية بمعنى، وانحرفت عنهم تيارات التطرف فشرحت الآية الكريمة على معنى منحرف كفروا به عموم المسلمين، بل بلغ من غرابة هذا الفهم أنه حينما تم إلزامه بأنك إن اعتديت على المسلمين جميعا بالتكفير، فما الذي افترق فيه المسلمون المعاصرون عن جيل آبائهم؟ فهل تجرؤ على أن تقتحم الحمى بأن تكفر المسلمين في هذا الجيل وفي الجيل الذي قبله؟ ثم ما الذي افترق به الجيل الذي قبله عن الجيل الذي قبله؟ إذن يلزمك أن تقول إن هذه الأمة قد انقطعت عن الدين منذ قرون فالتزم بهذا، وهذا من أغرب ما يكون. حتى إن صاحب الظلال هذا يقول في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام، يقول: والحقيقة المرة التي يجب الجهر بها هي أن هذا الدين قد توقف عن الوجود منذ قرون. ويكرر مقولته هذه في كتابه معالم في الطريق. ولم نسمع أحدا قط من أهل العلم والبصيرة يرتضي هذه الظلمات إلى أن سمعناها من قيادات داعش مؤخرا، إذ يقولون نفس العبارة بعينها: إن هذا الدين قد توقف عن الوجود منذ قرون. وفي مقابل هؤلاء يأتي البيان النبوي الصادع الجليل المهيب المتدفق بالوحي فيما يرويه البخاري وابن حبان من قول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول:
والله إني لا أخاف عليكم الشرك من بعدي، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. حتى قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: والذي يخشى ويخاف على الأمة المحمدية مما لم يتخوفه عليها نبيها صلى الله عليه وسلم فقد باء من التعسف بالمحل الأعلى. إذن بدأت سلسلة منطلقات هذه التيارات بهذا التكفير على هذه الصفة المغرقة في التشنج وفي التعسف. فلما أن وجدت فكرة التكفير شرعت أتتبع كلام العلماء، هل من أحد قط في تاريخ الأمة فهم الآية بهذا الفهم؟ فما وجدت إلا ما ذكره الإمام الآجري في كتاب الشريعة، وحكاه الإمام السيوطي في كتاب الدر المنثور، والشاطبي في كتاب الاعتصام، أنهم حكوا ونقلوا عن سيدنا سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، سيد التابعين وإمام أئمة التفسير، أنه قال: إن الخوارج قد انطلقت إلى قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا رأوا إماما جار في حكم أو حكم بغير حق قالوا قد كفر، ثم كفروا الناس فيخرجون على الناس فيفعلون ما رأيت، لما يتأولونه خطأ من هذه الآية. هذا كلام سيدنا سعيد بن جبير قبل 1300 سنة، كأنه يصف لنا العقل المتطرف، كأنه يصف لنا فهم وتضاريس نفسية الإنسان المتطرف. فوجدت قضية الحاكمية والتكفير، وهي بذرة تفرعت منها شجرة المفاهيم التي صنعت تيارات التطرف، وتفرع من قضية الحاكمية تفرعت قضية الجاهلية، حيث يصفون عموم أهل الأرض بالجاهلية التي هي عندهم شرك وكفر. ثم تفرعت من قضية الجاهلية أنهم عزلوا أنفسهم عن عموم الأمة، أمة الوسط وأمة الرحمة، فشرعوا يلتمسون انتماء فرعيا لتيار أو فئة، فجعلوا يفتشون عن فكرة الفرقة الناجية، فولد المصطلح الثالث. ثم أرادوا أن يحولوا فطرة الإنسان من انتمائه إلى وطنه ليحولوا انتماءه إلى فكر القتل، فاخترعوا فكرة الولاء والبراء، ليولد المصطلح الرابع. ثم إذا بالمصطلح الخامس عندهم، وهو مصطلح حتمية الصدام، والذي عنده يتحول الإنسان من متطرف إلى تكفيري إلى قاتل يحمل السلاح ويسفك الدماء، لأنهم يصورون للإنسان أن هذا الدين لا يقوم إلا على أساس أن يصطدم الإنسان بالعالم كله، أن يصطدم بالدنيا كلها. ولما فتشت عن فكرة وفلسفة حتمية الصدام، وجدت أن الذي يشرحه صاحب الظلال والذي يشرحه قيادات هذا الفكر المتطرف، وجدت أنه هو بعينه فلسفة حتمية الصدام وفلسفة صدام الحضارات عند صامويل هانتينغتون. نحن أمام فلسفة واحدة تضع على عين الإنسان نظارة كئيبة سوداء تصور له أن علاقته بالعالمين الاصطدام، إلا أن هذا الفيلسوف دخل للفكرة من مدخل فلسفي، وهذا الشخص المتطرف يدخل إليها متأولا لعدد من الآيات والأحاديث على غير وجهها. فبدأت فكرة الحاكمية وفكرة الجاهلية وفكرة الفرقة الناجية وفكرة الولاء والبراء وفكرة حتمية الصدام التي تحول الإنسان إلى قاتل ساع بالدمار، ثم إنه يسمي بغيه وعدوانه هذا جهاداً. Thank you.